نحن الآن في القمة الوطنية حول الجريمة المالية ومكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب لمناقشة ما يقوم به المصرف المركزي من تطوير أنظمة وتشريعات لرفع المعايير والمستوى، وما نقوم به نحن كاتحاد مصارف الإمارات مع جميع أعضائنا للالتزام بكل هاي التشريعات. قامت الإمارات بإصدار كافة السياسات المعمول بها عالميا على مستوى السبل الأمثل عالميا، وتأكدنا نحن من تطبيق كافة المصارف العاملة في الدولة في القطاع المالي والمصرفي من التزامهم بهذه المعايير، ونقوم بعمل كل شيء مع المصرف المركزي يدا بيد كتعاون. يعني على سبيل المثال في العام الماضي قمنا بإصدار ما يزيد عن 83 ورقة سواء سياسة أو تشريع أو ما إلى ذلك ومناقشته مع المصرف المركزي، ومن بعد ذلك إصداره على يد المصرف المركزي. ففي العام هذا في 2024 سيكون أنا متأكد العدد مثل العام الماضي وأكثر، وذلك بسبب جهود المصرف المركزي في رفع المعايير وتطبيقها على جميع العاملين في القطاع. قام المصرف المركزي بإصدار هيئة مستقلة الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط، وهي ما تسمى بسندك. سندك هي المؤسسة المستقلة التي تقوم بالنظر في المنازعات ما بين العملاء والمصارف وشركات التأمين لمحاولة حل هذه المنازعات بطريقة ودية وشفافة وفعالة. فإذا كان هناك أي عميل لديه أي شكوى يجب أن يتوجه إلى سندك وليس للمصرف المركزي. الآن لدينا هيئة مستقلة كليا، الإمارات هي الدولة الأولى التي أصدرت هيئة للبت في الشكاوى المالية، وتقع هذه الهيئة في نفس المبنى الذي نجلس نحن فيه اتحاد مصارف الإمارات، وهو مبنى معهد الإمارات المالي في شارع المرور في أبوظبي. فيجب استخدام سندك للشكاوى بدلا من المصرف المركزي. نستمر بأداء ممتاز، وشاهدنا على مدى السنوات أداء القطاع المصرف الإماراتي القوي لأسباب يعني واضحة. لدينا قطاع قوي ذو كفاءة عالية ذو حماية عالية، لدينا مصرف مركزي فعال ومشرف بشكل ضليع ومباشر. فإذا وضعت كل شيء مع بعض في ظل أنه أنت في سوق يتيح لك المجال لكي تشارك وتنتهز الفرصة، فإذا أدائك سيكون بدون أي أدنى شك ممتاز وسيستمر بإذن الله. ليس هناك أي سبب أن يتوقف هذا الأداء المذهل، لأن الدولة تقدم لك كل التسهيلات وما عليك أنت إلا أن تسير الركب. يعني فنرى نمو رائع في دولة الإمارات، والمصارف ليست إلا العمود الفقري للنمو. فإذا سنرى بإذن الله استمرارية لهذا النمو. من الأشياء التي نشهدها هي الازدياد في عدد حالات الاحتيال المالي، ما يسمى السبراني، سواء عن طريق فيروس ياتيك أو شخص يتصل بك وما إلى ذلك. هناك أشياء أساسية يجب على كل شخص أن يقوم بها. أولا لن تقوم أي هيئة رسمية بالاتصال بك بالأخص من رقم موبايل وسؤالك عن ما هو رقم حسابك وما هو رقم بطاقتك وما إلى ذلك. لن تقوم أي جهة رسمية بالاتصال بك للحصول على هاي المعلومات. فإذا اتصل بك أي شخص ويقول لك نحتاج أن نتأكد من رقم بطاقتك ومن رقم حسابك ومن الرقم السري وما إلى ذلك، وستحصل الآن على OTP و كل هذا إشارات لاحتيال. هذا أولا.
إذن كل المكالمات التي تصلك، أي شخص يسألك عن أي رقم حساب، بطاقة، رقم خلفي، رقم سري، رقم تعريف، تعني احتيال. هذا أولا. ثانيا، ما يأتيك عن طريق الإيميل، تستلم إيميل أو مسج وتقول لك لديك رسالة في الطريق، لديك طرد تم إرساله لك، حصلت على مخالفة ويجب أن تدفعها، دفعت أكثر بفاتورة التليفون، فإذا كنت ترغب باسترداد المبلغ اكبس هنا. أو يجب دائما فحص الإيميل، عنوان الإيميل الذي أرسل لك الرسالة. في عنوان الإيميل هناك اسمين، ما يسمى display name، أي الاسم الذي يظهر لك، والunderlying name وهو الاسم الفعلي. أفضل طريقة لمعرفة الاسم الفعلي بدون أن تفتح ما تم إرساله لك هو أن تحضر إشارة الماوس الناقر وتضعها فوق الإيميل، العنوان البريدي، وتنتظر. سيظهر لك العنوان المخفي تحتها، وسترى بأن المرسل الإيميل الذي استلمته يقول بأنه تم إرساله من اتحاد المصارف أو البنك المركزي أو الشرطة أو كذا. إذا وضعت الماوس على الاسم وانتظرت، سيظهر لك اسم غريب عجيب عشوائي كذا كذا، فواضح أنه احتيال. ليس هناك أي داعي أن تعطي معلوماتك لأي شخص آخر. إذا قمت بإعطاء معلوماتك لأشخاص آخرين، هناك باب تم فتحه قد يؤدي إلى خسارتك لأموالك أو بطاقتك أو. اسم المستخدم هو لك أنت فقط، كلمة السر هي لك أنت فقط، لا تعطيها لأي أحد سواء متصل أو غير متصل.